الانترفيس بتاعت الراوتر. الانترفيس بتاعت الراوتر هي نوعين. الانترفيس بتاعت الراوتر نوعين اهو. ايه هما الانترفيسز بتاعت الراوتر؟ نوعين. نوع اسمه مانجمنت انترفيس. مانجمنت انترفيس يبقى نوع من منهم اسمه مانجمنت انترفيس اهو. ونوع تاني اسمه داتا انترفيس. داتا انترفيس اهو. المانجمنت انترفيس بنسميها كلمة لاين، او بنطلق عليها كلمة لاين، تمام. والمانجمنت انترفيس هي الفتحات اللي بستخدمها علشان اعمل كونفيجريشن للراوتر. يبقى المانجمنت انترفيس دي مش فتحات عشان اوصل بيها اجهزة تانية بالراوتر، لا، دي فتحات بستخدمها علشان اعمل كونفيجريشن للراوتر، تمام. وفيهم نوعين اتنين، واحدة اوت باند وفتحة ان باند. يعني ايه كلمة اوت باند وان باند؟ اوت باند معناها ان انا لازم اروح للراوتر وافتح الكابنت اللي موجود فيه الراوتر ووصل سويت، ووصل كابل بالراوتر. ده معنى كلمة اوت باند. او باند معناها ايه؟ ان انا لازم أن اروح للمكان اللي فيه الراوتر وافتح الكابينة بتاعت الراوتر، وهلاقي في فتحة موجودة في الراوتر اوصل الايه؟ الراوتر. طب كلمة ان باند يعني ايه؟ كلمة ان باند معناها ان انا ما بروحش للراوتر، ان انا بكونكت عليه من عن طريق الشبكة الداخلية بتاعتي، فما بروحش على الكابينة ولا بفتح الراوتر ولا بروح يمة الراوتر، بستخدم الشبكة الداخلية واخش عليه ريموتلي، على الراوتر ريموتلي من على اي جهاز كونكتد بالشبكة بتاعتي. طيب الاوت باند زي مين؟ الاوت باند زي فتحتين هتلاقيهم موجودين في اي راوتر او اي سويتش. فتحة مشهورة اسمها الكونسول، ودي اشهر فتحة بنبرمج بيها الراوترات والسويتشات. وفي فتحة اسمها الاوكسيلري. طب والإمباند؟ الإمباند زي إيه؟ الإمباند زي إيه يا شباب؟ الإمباند زي فتحة الـ VTY. دي حاجة فيرشوال على الراوتر، مش هتلاقيها على الراوتر. دي فتحات فيرشوال على الراوتر أنا بأكتفها وبخش على الراوتر من عن طريق أي جهاز كونكتد بيه على الشبكة، فأنا ما بروحش أتعلق في الراوتر بكابل وأعمل له كونفيجريشن. حابب بس اوريكم شكل الكونسول والاوكسيلري دول شكلهم ايه. تعالى كده نشوفهم مع بعض اهو. لو احنا شفنا سيسكو كونسول بورت مثلا اهو، وريني كده يا باشا اهو اهو. كل راوتر او سويتش بتروح تدور عليه في فتحة اسمها الكونسول اهي، مكتوب عليها بالازرق حتى او باللبني كده كونسول، شايفينها؟ وتحتها الفتحه بتاع الاوكسيلري اهي. فانا عشان ابرمج الراوتر ده او السويتش ده لازم انا اوصل بفتحه الكونسول دي او فتحه الاوكسيلري دي. طب هوصل فيها ازاي؟ لازم انا اروح يمة الراوتر وافتح الكابينه بتاعته واتعلق في الفتحه دي او دي اهو. الراجل متعلق اهو بفتحه الكونسول اهو بكابل لبني كده. الكابل اللبني ده بيسموه الكونسول كيبل اهو، اللي هو ده. ده بيبقى فيه ناحيه منه RS-232 اللي هم ساعات بيسموها الدي بي 9 اللي هي الفتحه دي. دي بدخلها عندي في الكيسه بتاعتي. واللاب الجديده ما بتلاقوش فيه الفتحه دي، دي مش فتحه فيجا، ده عكس الفتحه بتاع الفيجا. يعني انت هتلاقي بورت زي ده عندك في اللاب، فالاتنين دول مش هيخشوا في بعض. دي موجودة في الكيسات اللي هي التاور، اللي هي موجودة الديسك توب، الأجهزة بتاعتنا القديمة، تمام. لو حد عنده جهاز ديسك توب هيلاقي فيه الفتحة دي. حلو. دي بدخلها عندي في البي سي، وده بدخلها عندي في الفتحة بتاعة الكونسول. وده كابل الكونسول كده، عبارة عن كابل مترين كده، بتلاقيه موجود مع أي راجل بتاع نتورك عنده في شنطته، لأن كل الديفايس عندنا بنبدأ نبرمجها بمين؟ بالكيبل ده. ده حاجة أساسية.
طب لو انت عندك لاب ومفيش فيه الفتحه دي، بيجيب كونفرتر يو اس بي، بيجيب وصله كده يو اس بي بتوصلها هنا وتبقى وتدخلها عندك في اليو اس بي بتاعك. فده ايه؟ دي الكابل بتاع الكونسول اهو، شايفينه اهو، ده الاوكسيلري وده الكونسول اهو، ده راوتر اهو، ظهر اهو، والاوكسيلري شكل الكونسول بالظبط، بس الاوكسيلري محتاجه خط تليفون ومحتاجه حاجه اسمها مودم اوكسيلري، وعشان كده ما عادش حد بيستخدمها. يبقى الاوكسيلري دي كانت طريقه موجوده زمان، تمام، بس محتاجه فون لاين، خطوط تليفون، ومحتاجه مودم اسمه اوكسيلري مودم. وكنت ممكن اخش ريموتلي اي ان انا اعمل اتصال بخط التليفون اللي متوصل بالراوتر، واخش افتح السي ال اي بتاع الراوتر. يبقى الكونسول ده محتاجه ايه؟ محتاجه كيبل كونسول، بس كابل كونسول. طب الفي تي واي مش هتلاقي في فتحه على الراوتر اسمها في تي واي، لان دي حاجه فيرتشوال، لان دي حاجه خياليه. هنخش على الراوتر عن طريق كوماند اسمه تيلنت، او كوماند اسمه الاس اس اتش، وهناخدها في لاب عمل. بس لازم الاول تكون الراوتر بتاعك مأكتف عليه الفي تي واي ده، دي فتحات فيرتشوال وعددهم 16 فتحه، عددهم 16 بورت، وهنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله. ومعظم شغلنا بيتم عن طريق الفي تي واي في اول مره، بس بنخش عن طريق الكونسول وبعد كده بنخش عن طريق الفي تي واي. كل فتحه من الفتحات دي بنقول عليها كلمه لاين. لاين يعني ايه؟ معناها بورت مانجمنت، بخش بيه على الراوتر عشان اعمل كونفيجريشن للراوتر او السويتش، بخش بيه على الراوتر عشان اعمل كونفيجريشن للراوتر او السويتش. يا ريت لو حد عنده اسئله انا معاكم، لو حد عنده اي استفسار في الجزئيه دي انا معاكم. ها، في حد عنده اي اسئله في الجزئيه دي يا شباب؟ ايوه، بص انا عندنا في الشركه راوترات 2911، دي راوترات تقريبا نازله من سنتين ثلاثه، موجود موجود يا ياسر، تمام. انما كسويتشز ما عادوش بيحطوه في السويتشات، انما الراوترات موجود لحد الان محتفظين بيه عشان التكنولوجي القديمه والكومباتيبلتي والحاجات دي، تمام. انا ذات نفسي بقالي في الشركه دلوقتي 16 سنه شغال على اجهزه النتورك، عمري ما عملت كونفيجريشن للراوتر او سويتش عن طريق الاوكسيلري، ولا حتى الناس الكبار عندنا في الشركه عملوا كونفيجريشن للاوكسيلري، الناس اللي طلعت معاش وكده. طب ليه يا جماعه؟ قال لك اصل ده تكنولوجي كانت موجوده زمان، ان انا اخش على الراوتر والسويتش عن طريق الايه؟ خطوط التليفون، وبيبقى في مودم اسمه الاوكسيلري مودم وبعمل بيه كونفيجريشن. طيب هل انا عملته عملي بايدي؟ لا، كل اللي انا عملته بالكونسول والفي تي واي ده شغلته كتير جدا، انما بالاوكسيلري ما شغلتوش. لا طبعا، طبعا طبعا، ان في عندي بالظبط نفس الشيء بالظبط، بس خد بالك لو هو الكونسول اللي موجود على الراوتر اسمه كونسول يو اس بي، اصل الفتحات اللي موجوده على الراوتر بتاع اليو اس بي دي مش عشان الكونسول، دي فتحات ان انا ممكن احط فلاشه واخد منها باك اب من الاي او اس، انت فاهمني؟ يعني لازم أن يكون الموديل بتاع الراوتر اليو اس بي بتاعه مكتوب جوه الموديل بتاعه ان هو بيقبل تعمل منه كونفيجريشن، لان اليو اس بي اللي موجود على الراوترات اللي انت شايفه في الصور ده يو اس بي فايدته الايه؟ فايدته ان انا هوصل فلاش ميموري واخد بيها باك اب من الاي او اس او الكونفيجريشن فايل بتاع الراوتر. بالظبط كده، ينفع يا فندم، خلاص طالما كده، طالما انت حددت لي ينفع، تمام. تمام، اسئله تاني؟ اسئله تاني في الجزئيه دي؟
حاضر عينيا. اول ما هنخش على الباكت تريسر هتلاقي كل المودلز اللي احنا بنشتغل عليها موجوده، والراوتر دي والسويتشات. يعني كان في جروب قبلكم كنت بديله برضو في امريكا، عندكم الراوترات والسويتشات رخيصه جدا. هنتكلم هنتكلم على الموديلات، هنتكلم عنهم ان شاء الله المودلز بتاعتهم. هو في سيس ان ايه مش هيفرق معايا كتير 2800 او 2900، بس 2900 او 1900 ده افضل لانه ده حديث شويه عن ال 2800 تمام. وهتلاقي في بورتات جيجا، ده بالنسبه للراوترات. اي حاجه 2000 سيريس 2900 او 1900 اهو 2900 او 1900 او 3900، دي احدث راوترات موجوده. في راوترات نزلت بعدها بس مش مهمه قوي في سيس ان اي ان انت تجيبها، دي اي موديل من دول شغال زي الفل. في عندك السويتشات بقى 2960 وفي 3560، دي السويتشات. 2960 دي سويتشات لاير 2، ال 3560 دي سويتشات لاير 3. دي انا بستخدمها في اللاب بتاع اللاير 2، دي بستخدمها في اللابس بتاع اللاير 3. اللاير 3 مش هتلاقي جواه هنا لابات في سيس ان اي غير لاب واحد بس اللي هو اللاب بتاع الاس في اي. انما طبعا ال 3560 هنستخدمها كتير جدا في سيس ان بي بعدين، انما كمستوى سيس ان اي مش شرط تجيب لابات 3560 تمام. انما لو انت هتكمل سيس ان بي ان شاء الله ممكن وانت بتشتري تشتري كاتريس 3560 على طول. في بعض الناس بيجيبوا اتنين من ده وواحد من ده لو هو يعني عايز يعمل لاب عنده في البيت. طبعا يا جماعه الباكت تريسر هو برنامج كافي للليفل بتاع سيس ان اي، فانت ما انتش محتاج ان انت تشتري راوتر او سويتش. انما لو عايز تشوف كل حاجه عملي ويبقى عندك لاب في البيت مفيش اي مشكله خالص. يعني انا واحد من الناس كنت زمان بحب اشتري الاجهزه دي، فكنت بجيبها استخدام او من شركات مستخدمه قبل كده واتدرب عليها عندي في البيت او في الشغل، فكنت بشتري جهاز او جهازين كده يبقوا معايا. وبعدين ايه لحد الان حتى بحب اشتري الحاجات دي واجرب عليها ريال. يعني الريال طبعا بيبقى احسن من الباكت تريسر واحسن من اي برامج سيميوليشن. بس بيني وبينك الباكت تريسر دلوقتي ما عادش مخلي حد عايز يشتري اجهزه ويعمل عليها كونفيجريشن ريال، يعني هو كافي في سيس ان اي. بالظبط كده. انا هبعت لك يا ياسر يعني شويه كده، وهبعت لك حاجه اسمها باندل اللي هو سيس ان اي باندل او سيس ان بي باندل. ايه الاجهزه اللي محتاجينها في سيس ان اي عشان تعمل لاب سيس ان اي، وايه الاجهزه اللي محتاجها في سيس ان بي عشان تعمل لاب سيس ان بي بالموديلات بتاعتها بالكيبلز بتاعتها. تمام كده، تحت امرك تحت امرك. هبعت لك اللاب الباندل بتاع سيس ان اي وسيس ان بي لو انت عايز تحتاج، لو انت محتاج تشتري اجهزه من عندك ويكون ده شيء مفضل يبقى عندك في البيت، يعني لو مش هيبقى عليه تكلفه عليك. انما عندنا في مصر طبعا هو مكلف جدا، يعني عندنا في الدول العربيه مكلف جدا، انما عندكم في الوضع في امريكا مختلف تماما في المواضيع بتاع التكنولوجي دي. تمام. اي اسئله تاني في الجزئيه دي؟ طبعا كل الكونفيجريشن بتاعتنا لا اما بكونسول لا اما بفي تي واي، الاوكسيلري بعيد شويه عننا. طيب لما نيجي نوصل هنوصل ازاي؟ تعالى نشوف هنا، نسيب الحتة دي كده ونقول على دي انترفيسز اهو، ونخش على التوصيل بتاعنا. والله حضرتك انت جبت الراوتر بتاعك اهو، او جبت الراوتر بتاعك اهو، هذا الراوتر اهو، ده الرمز بتاع الراوتر على فكرة. حلو كده، هو بس السوفت وير اللي انا شغال عليه اللي هو زوم ده بيقعد يقفل ويفتح كده اهو، ده الراوتر اهو. بيبقى جوه الراوتر ده، بيبقى جوه الراوتر ده فتحه زي ما اتفقنا اسمها ايه؟ اسمها الكونسول اهو. الكونسول ده بركب فيها ار جي 45 اللي هو كابل الكونسول، بيبقى فيه ناحيه فيها ار جي 45 اللي هي الكابل بتاع الشبكه اللي هو طرف الكابل بتاع الشبكه. طب والناحيه الثانيه؟ الناحيه الثانيه بتبقى سيريال اهو، بيسموها دي بي 9 او ار اس 232 232.
بركبها فين؟ بركبها في اللاب بتاعي اهو. طب وده كابل ايه؟ ده كابل الكونسول اللي انا ببقى ماشي فيه على طول. عندنا سعره في مصر كده حوالي 80 جنيه في مصر يعني. تمام بالظبط بالظبط بالظبط. ده الكابل بيبقى موجود، ده كابل ستاندر يا باشمهندس محمد، وبيعمل كونفيجريشن كمان مش لاجهزه سيسكو بس، لاي اجهزه نتورك عندك اتش بي هواوي جينيبرز هتلاقي هو ده كابل ستاندر، وهو ده الكابل اللي بيركب عليهم كلهم، اسمه كيبل الكونسول. وبيبقى ساعات ناحيه منه ار جي 45 والناحيه الثانيه يو اس بي. يعني انا شفت كابلات في مصر كده نازله جديده بحيث ان انت ما تجيبش كونفرتر يعني. حلو. وفي كابلات بقى، كابل الستاندر بتاعنا هو ناحيه منه ار جي 45 والناحيه الثانيه منه سيريال، وبركبه في اللاب بتاعي عشان ابرمج الراوتر. هو بيبقى طوله مترين او متر ونص كده، فالمسافه ما بينك وبين الراوتر بتبقى متر ونص او مترين. وطالما انت بتبرمج الراوتر بكابل الكونسول ده، تقدر تعمل في الراوتر كل حاجه انت عايزها. تمام كده، لان دي الطريقه البيزك. طيب عشان افتح بقى الشاشه بتاعه الراوتر والسي ال اي بتاع الراوتر، لازم انا اكون مسطب على جهازي سوفت وير صغير كده اسمه ايه، اسمه تيرمينال. تيرمينال زي مين؟ في برنامج تيرمينال اسمه برايفت هايبر، برايفت هايبر تيرمينال. في برنامج رابع اسمه ايه؟ سكيور، برنامج تاني اسمه ايه؟ سكيور سيرت. في برنامج تالت اسمه ايه؟ اسمه باتي. اهو اسمه باتي. في برنامج رابع اسمه ايه؟ اسمه تيرا تيرم. ايه يا عم البرامج اللي انت بتتكلم عنها دي؟ دي سوفت وير صغيره بتنزلها انت من على النت، كل واحده من دول 2 كيلو ولا بتاع، سوفت وير صغير خالص. اسمه ايه؟ من انا بسطبه عندي على المكنه وافتحه وانا موصل كابل الكونسول، بحيث ان انا افتح شاشه الكوماند بتاعه الراوتر. البرامج دي بنسميها برامج تيرمينال. انا واحد من الناس بحب جدا البرايفت هايبر تيرمينال ده، وهبعت لكم نسخه منه بالكراك بتاعها. بتسطبه عندك على المكنه، بحيث بعد ما تسطبه عندك على اللاب بتاعك تفتحه وانت موصل كابل الكونسول، يفتح لك الشاشه بتاعه الراوتر. في ناس كتير جدا عندي زمايلي بيحبوا باطي ده لانه خفيف جدا ورائع صراحه، وبيفتح لك كل راوتر او كل مكنه عندك في تاب زي كده. تلاقي الراجل قاعد عندي، ده الراوتر بتاع الفرع الاولاني، ده الراوتر بتاع الفرع الثاني، ده السويتش بتاع الفرع الاولاني، ده السويتش بتاع الفرع الثاني، ده السويتش بتاع الفرع الثالث. كل واحد من دول هو كونكت باكتر من جهاز في نفس الوقت، وفتحهم له في تاب. الباطي ده رائع في الحته دي، فممكن يبرمج اكتر من جهاز وهو شغال في نفس الشاشه. تمام. في بعض الناس بيحبوا سكيور سيرت، وفي بعض الناس بيحبوا التيرا تيرم. انا ذات نفسي ما بسرحش غير البرايفت هايبر تيرمينال ده. ناس كتير جدا بيستخدموا الباطي، بيقول لي ازاي انت بتشتغل على البرايفت هايبر، وانا معاهم ان هو الباطي خفيف وحاجه كويسه، بس انا كمني اتعلمت على البرايفت هايبر تيرمينال من زمان، فانا مرتبط بيه يعني، بس مش اكتر ولا اقل. فده سوفت وير احنا بنسطبه عندنا على المكنه بتاعتنا علشان اقدر افتح بيه شاشه الكوماند بتاع الراوتر والسويتش، وده بيقابل كيلو يعني، سوفت وير صغير خالص. تمام كده. حد عنده اي استفسار في الجزئيه دي؟ ها اتفضل. بالظبط. حلو. البط ده سؤال رائع، ده سؤال رائع، وانا ما خدتش بالي منه لسبب بسيط، ان هو الباطي دوت بيسمح لك يا ياسر ان انت تخش كونسول او تخش كمان تيلنت. في حاله التيلنت انت بتكونكت على كل اي بي من الاي بيهات بتاعه الديفايس، فتقدر تفتح اكتر من تاب.
انما في حاله ان انت مستخدمه انت داخل بيه بالكونسول، مش هيبقى قدامك غير جهاز واحد فعلا، انت فاهمني؟ يعني هو الراجل اللي زمايلي اللي بيخش بيه من الباطي ده بيبقى داخل تيلنت، فبيكونكت على الاي بي ده والاي بي ده والاي بي ده والاي بي ده والاي بي ده، فبيكون عنده بتاع 5 6 اي بيز اكتيف وشغال بيهم تيلنت في نفس الوقت، فبيقدر يفتح اكتر من تاب معاه في نفس الوقت. انما لو داخل بكابل الكونسول مش هيبقى قدامه غير تابه واحده. تمام. ها، اي اسئله تاني؟ طيب احنا لو دخلنا حتى على الباكت تريسر كده اهو، دخلت على الباكت تريسر اهو، لا بتشتغل مع كل الراوترات ومع كل الاجهزه، بتشتغل عندنا على السنترالات القديمه كمان. ده حاجات ستاندر. ما هي سيسكو، لو سيسكو هقول لك ساعتها ان دي سيسكو يا باشمهندس محمد. تمام اهو، ده الباكت تريسر اهو، لو انا جبت دي كلها المودلز بتاعت الراوتر اهي، اهي عندنا اهي اهي، تعالوا نجيب مثلا 2911 ده اهو، ده راوترز من الراوترز الحديثة عندنا في سيسكو. لو جينا فتحناه كده هنلاقي ظهره اهو اهو، وشايفين هنا ده الكونسول وده الاوكسيلري اهو فوق اهو، ده الكونسول وده الاوكسيلري، وده كابل الباور بتاعه اهو، وده الاون والاوف بتاعه، وده ظهره اهو، ده ظهر الايه الراوتر اهو. تمام، ده شكل الراوتر اهو من ورا اهو. طيب هنجيب بي سي عادي اهو، ده الطبيعي. فين الكيبلز؟ الكيبلز هنا كلها، دي انواع الكيبلز اللي موجوده في السوق اهي. اي كابل هتروح عليه هيكتب لك النوع بتاعه تحته، ده كابل الكونسول اهو اللي هو اللبني ده اهو. هجيب كابل الكونسول واروح على الراوتر اعمل كليكه، هوصل فين؟ في فتحه اسمها الكونسول، واشد شد على الجهاز واروح يمه الجهاز اوصله في السيريال بتاع الجهاز اهو، وابدا بقى افتح البي سي بتاعي، افتح برنامج التيرمينال اهو، كل البرامج عندي موجودة على الديسك توب اهي، في عندي برنامج تيرمينال هو مسطبه اهو، اقول له اوكي. تمام، فراح فاتح لي الشاشة بتاعة الراوتر اهو. ايه اللي هو فاتحه ده؟ سألني شوية اسئلة بيقول لي يس ونو. المود ده احنا اتكلمنا عنه هنا وقلنا عليه ده مود اسمه السيت اب مود اهو، لو انت فاكر اتكلمنا عنه هنا لما كنت بتكلم على الراوتر بوت سيكونس اهو، قلت لو هو راح للستارت اب كونفيج ولقى الراوتر لسه جديد بيدخلك على مود اسمه سيت اب مود. شويه اسئله يس ونو لو انت عايز تمشي معاه عشان تعمل كونفيجريشن للراوتر او السويتش. ايوه هو ده، اول ما فتحنا الراوتر بتاعك منه راوتر لسه جايبينه جديد، فراح سالك سؤال يس ونو. اليس ونو ده اسمه ايه؟ السيت اب مود. لو انا مش عايز امشي معاه خطوه بخطوه لانه هيقرفني وعايز اعمل كونفيجريشن انا مانوال بايديا، فاعمل نو وانتر، راح مدخلك على الشاشه بتاعه الراوتر. خلاص كده انا كده خلاص موجود على اول سطر كوماند في الراوتر. حد عنده مشاكل؟ ده السي ال اي بتاع الراوتر اهو، نفس الكلام في السويتش. يبقى تاني بعمل ايه يا شباب؟ بعمل ايه؟ انا تاني اهو بجيب كابل الكونسول،
هوصله في ناحية الراوتر بالفتحة الكونسول، هوصله في الجهاز بتاعي بالـ RS232، واجي عندي على المكنة على الويندوز عندي او على اللينكس، اسطب مين الهايبر تيرمينال، اسطب مين، اسطب اي برنامج من البرامج بتاعة التيرمينال، برايفت هايبر تيرمينال، سكيور سيرت، باتي، تيرا تيرم، اي حاجة انت تحبها تمام سطبها عندك على المكنة عندك. طب بعد ما تسطبها وتوصل بتفتح التيرمينال وتقول له اوكي وتبتدي تخش على الشاشة بتاعت الراوتر. في الاول خالص بيدخلك على السيت اب مود، معناها ده مود معناها ان الراوتر بتاعك معلوش اي كونفيجريشن. بعد ما بتخلص لو انت ما انتش عايز تمشي معاه خطوة بخطوة هتقول له ان وانتر، هيدخلك على اول مودز من المودز بتاعت الراوتر. دي الشاشة بتاعت الكوماند بتاعت الراوتر بتاعك. طيب في الباكت تريسر بقى سيسكو قالت لك ايه، ما احنا شغالين يا عم سيميوليشن يعني، فمش كل الجهاز تروح تجيب كابل كونسول وجهاز ومعرفش ايه وتعمل كونفيجريشن وكده، اعمل دبل كليك على الراوتر او السويتش هتلاقي في تابة اسمها سي ال اي اهو، وابتدي اكتب الكوماندات اللي انت عايزها. يبقى في الباكت تريسر احنا هنعمل دبل كليك على الجهاز كاننا موصلين بكابل الكونسول بالظبط، ونفتح التابة بتاع الكوماند لاين انترفيس، ده في الباكت تريسر بس. انما في الواقع بعمل ايه، بوصل الكابل بتاعي بالجهاز عندي باللاب، بكون مسطب حاجة اسمها هايبر تيرمينال عندي على اللاب او باطي، وافتح الهايبر تيرمينال او الباطي، وافتح السي ال اي بتاع الراوتر او السويتش. حد عنده اسئلة في الجزئية دي قبل ما انطلق للسي ال اي؟ حد عنده اسئلة انا معاكم. عيش بقى حياتك، عيش بقى حياتك. هيقول لك ايه، الراوتر ملوش هوست نيم، تبدأ نحط له هوست نيم، نحط له هوست نيم. حلو، بعد السؤال ده ما يخلص، طب الانترفيس بتاعت الراوتر عليه اتنين انترفيس، والاتنين انترفيس ما لهمش اي بي، تعال نحط لهم اي بي واحده واحده، فيقعد ماشي معاك لحد ما تقوله نو نو نو، بس لازم تخلص بقى مجموعه من الاسئله كده. فانا بعد ما هقفل معاك افتح انت كده السيت اب مود واشتغل معايا سويس بعد ما اخلص البيزك كونفيجريشن. تمام، اسئله تاني؟ تمام كده. اخش على السي ال اي، اخش على السي ال اي، تعال نخش على السي ال اي يا سيدي، يلا بينا. طبعا انا الكلام ده كله فين، انا الكلام ده كله فين لسه الان، في الانترفيس، في انهي جزء من الانترفيس، المانجمنت انترفيس اللي احنا بنسميها لاين، لسه ما دخلتش على الداتا انترفيس. خلينا نشوف السي ال اي بقى في ايه الاول، تعالوا كده نشوف السي ال اي. السي ال اي او اختصار كوماند لاين انترفيس. نبدا بقى نكتب كوماند بقى، الناس اللي كانت عايزه تشمر وتشتغل عملي بقالها خمس مرات، الناس اللي كانت عايزه تخش في العمل، تعالى بقى يا معلم خش معايا في العمل. اول ما بنفتح الراوتر اول مود عندنا اسمه يوزر اكسكيوشن، يوزر اكسكيوشن مود، دي اول مود عندنا من المودز بتاعت الراوتر. بيبقى شكله ايه، بيبقى شكله راوتر اكبر من، وده ليميت مود خالص، يعني ده مود ليميت خالص، كانك بالظبط قاعد على الدوس بتاع البي سي بتاعك، كانك قاعد على المكنه بتاعتك بتاعت الكلاينت العاديه دي، ما بتلاقيش عليه كوماند كتير، وعلشان كده هما مسميينه يوزر اكسكيوشن مود. فانت حتى لو وصلت للراوتر على المود ده وسكت فانت كده ما معكش اي صلاحيات اساسا، الدنيا عندك بسيطه ولذيذه وصغيره خالص، يعني ليميت خالص. يعني حتى لو شفنا المود ده ودخلت كده جبت الهلب بتاعه، يعني انا اهو على السي اللي اهو على المود ده او راوتر اكبر منه اهو، لو انت عايز تجيب الكوماند اللي ممكن تكتبها هنا اعمل بس كويتشن مارك اهو، علامه استفهام كده، اللي قدامكم دول ال 10 15 كوماند دول هم الكوماند اللي تقدر تكتبها على المود ده، وكلها كوماند مش صعبه، يعني كوماند بسيطه خالص، وعشان كده هو مود ليميت. المود الثاني هو اكبر شويه،
بيبقى شامل المود ده وشوية حاجات في المود اللي بعده. المود التاني اسمه ايه او بنسميه ايه؟ بنسميه البريفليج اكسكيوشن مود. او احنا كده احنا قاعدين مع بعض على القهوة بتاعت النتورك بنسميه الترابل شوتينج مود. يعني ايه كلمة ترابل شوتينج مود؟ هو المود اللي احنا بنحل من عليه كل المشاكل بتاعت الراوتر والسويتش. فالمود ده اللي انا بستخدمه في الصيانة، بستخدمه الترابل شوتينج مود. بيبقى الرمز بتاعه ايه؟ بيبقى الرمز بتاعه راوتر شباك، راوتر شباك، وهو اعلى من المود بتاع اليوزر. طب عشان اخش من المود بتاع اليوزر للبريفليج مود اعمل ايه؟ بعمل كوماند اسمه انيبل، انيبل وانتر. اهو بص كده، باجي على الراوتر كده واقول له انيبل وانتر، راح مدخلنا على المود اللي بعده. لو جيت شفت الكوماند اللي موجوده في المود اللي بعده هتلاقيها اكبر من المود الاولاني. اهو ادي اول صفحه وبيقول لك في مور تحت، اهو في شويه كوماند كمان لسه ما بنوش. طب عشان اجيبهم اضغط مسطره، اهو في عليه صفحتين كوماند. فالمود ده اعلى من المود الاولاني شويه، والمود ده عليه كل الكوماند بتاعت الصيانه، وعلشان كده بنسميه احنا ما بيننا وبين بعض كده الترابل شوتنج مود. يبقى هو اسمه البريفليج مود او الترابل شوتنج مود. طب علشان ارجع تاني اي مود عشان تطلع منه للمود اللي قبله اعمل اكزيت. اهو يبقى احنا كده خدنا كام مود؟ اتنين، اليوزر اكسكيوشن والبريفليج. خدوا بالكم وانا بكتب الكوماند، الكوماند بيبقى له دلع، يعني ممكن ما اكتبش بالكوماند كامل. انا ذات نفسي وانا بعمل كونفيجريشن ما بكتبش الكوماند كامل. يعني الانيبل ده الدلع بتاعه ايه؟ انيبل اي ان. لو كتبت اي ان وانتر يشتغل معاك، لو كتبت اي ان زائد زرار تاب من الكيبورد السي ال اي كمل لك. تصوروا في عندنا حاجه اسمها اوتو كومبليت. اهو اي ان وتاب راح مكمل لي اهو يا سيدي. طب لو انا كتبت اي ان وانتر يدخلني، مفيش مشكله خالص لان ده الدلع بتاعه. طب ينفع اكتب اي وهو يكمل بتاب؟ لا. طب وليه؟ اصل في اكتر من كوماند بادئ بحرف الاي على المود ده، فهو محتار يجيب لك الانيبل ولا يجيب لك الكوماندات الثانيه. طب لو انا عايز اجيب كل الكوماند اللي بدايتها حرف الاي اعمل ايه؟ اعمل اي وكويتشن مارك يا سيدي. قال لك في عندنا تو كوماند، واحد اسمه انيبل وواحد اسمه اكزيت، وعشان كده محتاجين تكمل كمان حرف عشان نعرف انهي كوماند انت محتاجه. فلو كتبت اي اي اكس وانتر يطلعك بره، لو كتبت اي ان وانتر يدخلك على المود اللي بعده. تمام؟ فكل كوماند هتلاقي له الدلع بتاعه. يعني ايه الدلع؟ يعني الاختصار بتاعه. وخد بالك في الامتحان الدولي لو كتبت بالاختصار هيقبلها منك مفيش مشكله، بس لازم بالاختصار بالاختصار. يعني ايه بالاختصار بالاختصار؟ يعني ما ينفعش في الامتحان الدولي تيجي تكتب له اي ان اي، لا هو الاختصار بتاع انيبل اي ان. طب مش عاجبك تكتب بالاختصار، اكتب الكوماند بالكامل بقى، احفظه بالكامل واكتبه بالكامل. في حياتك حتى لو كتبت اي ان اي وتاب هيكمل، بس هو في الامتحان عارف الانيبل واي ان بس، عارف الكوماند بالكامل والاختصار بتاعه. تمام؟ طيب المود اللي بعد كده هو المود بتاع مين؟ هو المود التالت بقى بتاعت الكونفيجريشن. يعني لحد دلوقتي انا ما بقدرش اعمل كونفيجريشن، ما بقدرش اغير حاجه على الراوتر. امال المود التالت بقى اسمه ايه؟ اسمه جلوبال الكونفيجريشن مود. جلوبال كونفيجريشن مود بيبقى شكله ايه؟ بيبقى شكله ايه؟ بيبقى شكله راوتر كونفيج. اهو
طب عشان اخش من المود التاني للتالت بعمل ايه؟ بعمل كوماند اسمه كونفيجر مسافه تيرمينال. او بعض الناس بيكتبوه بالدلع، الدلع بتاعه اسمه كونف مسافه تي. ده في ناس مش حافظين غير الدلع، كل حياتهم شغل بالايه، بالاختصار كونف مسافه تي. تعالى كده نشوف اهو، انا واقف جوه المود اهو، واقف جوه المود التاني، عايز اخش على التالت، هعمل ايه؟ كونفيجر. طب كتبت كونف وتاب يكمل، طب لو كنت كتبت كون وتاب ما يكملش ليه؟ اصل في اكتر من كومند بادئين بكلمه كون، لو عملت كويتشر مارك هيجيبهم كونفيجر وكونكت، فالدلع بتاعه كونف تاب راح مكمل تي تاب مكمل. شايفين الدلع بتاع تيرمينال تي بس، لان مفيش حد غيره، بدايته تي بعد كونفيجر غير تيرمينال وانتر. انا كده في المود التالت، مود الكونفيجريشن، وبيبقى اتقل من الاثنين كوماند الاولانيين. لو عملنا كويتشن مارك هنلاقي كميه كوماند ايه، ادي صفحه ادي الثانيه ادي الثالثه، عليه ثلاث صفح او ثلاثه بيج كوماند. عايز اطلع للستيب اللي قبله اكزيت. حلو. طيب المود الرابع وده اخر مود عندنا اسمه السب كونفيجريشن مود. السب كونفيجريشن مود رمزه ايه؟ رمزه راوتر كونف داش اكس. اكس دي بقى ممكن تكون اكتر من حاجة، اكس دي ممكن تكون كلمة راوتر، ممكن تكون كلمة لاين، ممكن تكون كلمة اكسس ليست، ممكن تكون كلمة اي اف انترفيس، على حسب المكان اللي انت داخل فيه جوه الراوتر. سب كونفيجريشن يعني انت داخل جوه جزء من الراوتر رايح تبرمجه، داخل جوه فتحه من فتحات الراوتر رايح تبرمجها، داخل جوه الكونسول، داخل جوه الاوكسيلري رايح تحط له باسورد. يعني ادي مثال، لو انا عايز اخش جوه الكونسول هعمل ايه؟ كلمه كونسول هنعرف ان الكوماند بتاعها اسمه لاين، فيبقى لاين مسافه كونسول مثلا زيرو، راح مدخلك جوه الكونسول اهو، اهو ده المود الرابع اهو. فاكس دي ممكن تلاقي اكتر من حاجه، انما كونفيج بس لوحدها انا موجود على الراوتر ان جنرال من بره، ببرمج على الراوتر من بره، زي عايز احط للراوتر اسم، عايز احط للراوتر باسورد. طب الصب انا داخل جوه جزء من الراوتر ببرمجه. طب عايزين نطلع نعمل ايه؟ اكزيت. يبقى اي مكان عايز اطلع منه للي قبله هعمل ايه؟ هعمل اكزيت. الايه؟ اه تمام. طب نفصل ونفتح تاني معلش. تمام.